سامرية تثير مع الرب جدال موجود وقائم بين قسمي الشعب. السامريين هم كمان يهود، ولكنهم يهود انفتحوا على الأمم واتجوزوا نساء أمميات، فاليهود المتمسكين قالوا لا، انتوا خرجتوا على القواعد، يبقى انتوا مش مننا. ومن هنا جرى عملية تقسيم لليهود إلى فريقين، فريق يعبد في أورشليم، وفريق يعبد في جبل جرزيم. وفريق أورشليم بيقول احنا الاصل، دي اورشليم هي الاصل، وانتوا شوفوا انتوا ايه. فريق السامره برضو دور له على حاجه في التاريخ يستند عليها، وظبط له المسائل وقال لك ده دي البئر بتاعت يعقوب، والجبل ده مش عارف بتاع مين، والصح بقى عايزين الصح، يبقى هو السجود هنا في جرزيم وليس في أورشليم، وهكذا. طبعا هذا هو الإنسان، وهذا هو التاريخ بأشكال وصور متنوعة، إن الناس صنعت لنفسها ما سماه الرب يسوع تقاليد الناس. تركتم وصايا الله وعملتم بتقاليد الناس. تقاليد الناس بتضم آرائهم وآراء أسلافهم وتاريخهم وموضوعات فخرهم القومي وهكذا، وفي الآخر كل ده على بعضه يلبس ثوب التدين ويبقى كل ده باسم الله. فيبقى باسم الله العبادة ينبغي أن تكون في أورشليم علشان الأسباب التاريخية والثقافية والجغرافية والإنسانية كذا كذا كذا، وأيضا باسم الله نفسه ينبغي أن تكون العبادة في جبل جرذيم وليس في أورشليم عشان الأسباب التاريخية والثقافية والجغرافية، وباسم الله نفسه. والتاريخ يعني لم يتوقف عن أن يعيد نفسه بين أصحاب الديانات، وبالأسف الشديد بين أتباع يسوع المسيح نفسه، وصار كل يصنع لنفسه هياكل وتاريخ ويحتم ويجزم بأنه هيكله ومكانه هو الصح الوحيد، ينبغي أن يسجد هنا في أورشليم دون سواه، لا بل يسجد هنا في جبل جرزيم دون سواه. وصار كل واحد يقاتل ويدافع عن الهوية بتاعته، وإن هو الوحيد اللي
امتلك الحقيقة والصح وباسم الله، وان باقي الناس دي كلها خارجين عن الإيمان أو منحرفين أو منشقين أو مهرطقين أو أي حاجات بقى، كل واحد بطريقته، أو غير كتابيين أو تقليديين، يعني اللي مش هتلاقيه هنا هتلاقيه هنا، ومش هتلاقيه هنا هتلاقيه هنا. في النهاية أن شكل العبادة ومكان العبادة وطريقة العبادة التي اختارها كل فريق من وجهة نظره هي الصح الأكيد، والباقي كله غلط. الحوار بتثيره والجدل بتثيره المرأة السامرية مع الرب من أعماق التاريخ وحتى اليوم، مين الصح، إحنا ولا أنتم؟ الصدمة اللي أنار بها الرب وصدمت هذه المرأة هي ما يأتي. قالها شوفي، يعني عشان نقول كلام تاريخي ودقيق، الخلاص من اليهود هم اللي عندهم الايه الاصول. ولكن خليني اقول لك بقى الحق، الحق اللي بيتجاوز كل ما هو تاريخي وغير تاريخي، واللي بيتجاوز كل ما صنعه الانسان على مدى الزمان. ايه الحق بقى؟ خلي بالكم من هذه العباره اللي الرب استعملها مرات معدوده علشان يضع بها مفارق في التاريخ، وهي عبارة ايه؟ وهي عبارة تأتي ساعة. هو لما بيقول تأتي ساعة بيحط بقى ايه؟ مفارق للتاريخ، وتفصل هذه الساعة بين ما قبلها وما بعدها، زي ما قال في إنجيل يوحنا: تأتي ساعة فيها حين يسمع القبور صوته فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة، والذين فعلوا السيئات إلى قيامة الدينونة. دي ساعة فاصلة، ساعة القيامة، ساعة الفصل بين ما قبل القيامة وما بعد القيامة. وفي نفس الإصحاح في يوحنا 5 يقول بقى نفس التعبير: تأتي ساعة وقد أتت الآن فيها حين يسمع الأموات صوت ابن الله والسامعون يحيون. صوته هو الذي يهب الحياة. ساعة اهي فارقة لما قبله وما بعده، تأتي ساعة. وهنا مرة أخرى يستعمل الرب نفس التعبير عشان يعلن به مفارق في التاريخ. صحيح الحوار بيدور بينه وبين السامرية على انفراد في نقطة بعيدة عن القرية، ومحدش واقف، ومفيش جماهير، ومفيش ميكروفونات، ومفيش صحفيين، ومفيش تلفزيونات، ومفيش حد، ومفيش جمهور مجتمع عشان يسمع الإعلان التاريخي الفريد. ادعوا كل الناس عشان نعلن عليهم، مفيش ولا واحد موجود غير السامرية، ولكن هو موجود وهو بينطق وهو بيقول. خلاص، ما يخرج من فمه يسمع في السماء وعلى الأرض، ويسمع في ظهره وفي الدهور الآتية.
وما يخرج من فمه يصير أثبت من السماء والأرض نفسها، فإن السماء والأرض تزولان وأما كلامه فلا يزول. مش مهم بقى في جماهير بالملايين أو بالألاف بتسمع وبيعلن عليها النبأ أو واحدة بس اللي بتسمع، المهم إن هو بيعلن، إن هو بينطق. فحتى لو اللي بيسمعوا في ذلك الوقت السامرية وحدها، فإن ما قلته لكم في الآذان نادوا به على السطوح، وما سمعتموه في الظلمة نادوا به في النور، وهكذا إلى كل المسكونة خرجت أقوالهم. زي رسول بولس برضو لما يبقى واقف بين الكنيسة بتاعته، أكيد كانت ما تجيش 1/10 من الكنيسة اللي قاعدين فيها والناس متكربسة فيها، أو قول ربع حتى المساحة اللي احنا قاعدين فيها دلوقتي ما يجوش، والناس متكون جنب بعض وقاعد يتكلم، وبعد كده يقول لكي يعرف عند الرؤساء والسلاطين بواسطة الكنيسة بحكمة الله المتنوعة. هو لما كان بيتكلم في الروح مش مهم المكان الصغير اللي قاعد فيه، مش مهم العدد القليل اللي محيط بيه، المهم ان هو بيتكلم في الروح، وما دام بيتكلم في الروح فقد سمع ما يقول في السماء وعلى الارض وسمعت به الملائكه والرؤساء والسلاطين. فالرب بيحط بقى مفارق في التاريخ، بيقول تاتي ساعه وقد اتت الان. ايه بقى المفارق بقى اللي بيحطها في التاريخ وقد اتت الان؟ هي انه كل العباده اللي فاتت دي اللي قايمه على تقاليد الناس، كل اللي انت شايفاه وبتتخانقوا عليه، يا ترى هو في اورشليم ولا في جبل جرزيم، كل 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 ده خلاص انتهى. هنالك تأسيس جديد، لا في أورشليم ولا في جبل جرزيم، مع ان تاريخيا وجغرافيا وكتابيا الخلاص من اليهود ماشي، ولكن الآن لا في أورشليم ولا في جبل جرزيم. أمال فين؟ يمكن يكون في سواحل المتوسط، ولا يمكن يكون نواحي سوريا الفوق ولا مصر التحت، فين؟ لا أعود أسكن في هياكل مصنوعة بالأيادي. فين الجديدة؟ ما هيش مكان في الجغرافيا، ولكنها مكان، مكانة في الروح. التأسيس الجديد الذين يسجدون لله لأورشليم ولا جبل جرزيم، ولكن بالروح القدس والابن. لاحظتوا الابن دي؟ من هو الحق؟ الابن. أنا هو الحق. التأسيس الجديد اهو بالروح القدس والابن، بالروح والحق. اللي بالروح القدس وبالابن هؤلاء هم الساجدون الحقيقيون اللي الآب طالبهم، وهذا هو التأسيس الجديد الذي يحل بديلا محل أورشليم وجبل جرزيم. طيب الكلام ده لازم يتوثق، ولازم يتبعت لوكالات الأنباء، ولازم التلاميذ بتوعك دول ال 12 صياد وعشار ومش عارف ايه، دول ياخدوا فرقة
قتال على مستوى القيادة عشان خاطر كل بقى الناس اللي هتسمع بعد كده تسلحوهم وتعين كل واحد من الـ12 دول جنرال على فرقة وتطلعوا بقى بالسيوف والمدافع وتهدموا أورشليم وجبل جرزين. مش انت دلوقتي بتقول اهو لا في أورشليم ولا في جبل جرزيم؟ طب لما هو لا في أورشليم ولا في جبل جرزيم يبقى مين الواجب؟ يبقى مين الواجب انكم تعملوا جيش مسلح يطلع بأي وسائل يهدم أورشليم وجبل جرزيم حتى يعلو حق الله وحده اللي هو بتقول عليه ده بقى الجديد ده هو ده اللي يعلو وكل دول يعني وانتوا بتسمعوا الكلام بقوله بتتحكوا من التصوير اللي بصوره للفكرة بس هو مش تصوير خيالي ولا حاجة لأنه اتحقق بحذافيره في يوم من الأيام وإذا بطرس سحب السيف بتاعه وهيحقق بقى الملكوت بتاع يسوع المسيح هيحققه بطرس هيحقق الملكوت بالسيف الغلبان اللي معاه ده وطلع بقى وراح مطير ودن الراجل بس 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 دعوا إلي هذا دي مش مهمتك انت مهمتك تحمل الإنجيل لكن المهمة دي بتاعتي أنا أما أقدر أنا أن أطلب من أبي دي مش شغلتك رد سيفك إلى غمده أن الذين يأخذون بالسيف يهلكون أنا بدافع عنك غلطان أنا بدافع عنك أستاهل منك كده بقى بدل ما تقول لي برافو عليك يا بطرس شاطر كتر خيرك أنت الشهم اللي فيهم اللي سحبت السيف وعرضت نفسك للموت تقول لي اتلم بالسيف بتاعك بقى احنا عايزين احنا 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 بنقاوم الباطل عشان الحق يعلو وانا بعمل كده عشان مين غيرة رب الجنود ملأت قلبي فأنا الآن أدافع عن حقك وحق الإنجيل فينبغي أن نطيح في هؤلاء الضالين لا طب عايز تطيح فيهم هم طول ما هو جبل جرزيم وأورشليم دول الاثنين دول موجودين هم الاثنين طول ما ده بيشوشوا على المدرسة الجديدة والكنيسة الجديدة اللي انت بتأسسها اللي هي بتاعة الروح والحق دي هذه ليست مهمتك يا بطرس مهمتك انك تبشر بالروح والحق مهمتك انك تؤسس على هذه الصخرة الروح والحق مهمتك انك تبني على هذا الاساس الروح والحق وبعدين من هو من الحق يسمع صوتي هيجي هو الواحد انت قول الحق بالروح القدس ومن هو من الحق هيجي لك يا بطرس سواء كنت ملك سواء كنت صياد هيجي لك يا بطرس على طول بعدين ومراكز التشويش العالمية أورشليم وجبل جرزيم دي مش مهمتك دي مهمة واحد زمانه جاي في السكة اسمه تيتوس دي مهمة حد تاني دي وظيفة واحد تاني هيحرت لك الأورشليم دي بالمحاريت مش شغلك دي قصة تانية بعيدة عنك داخلة في موازين العدالة اتبعني أنت اشهد الحق أنت أسس على
الروح والحق انت. حط مفارق في التاريخ واعلن العهد الجديد واتكلم بالروح والحق، ومالكش دعوة بقضية أورشليم وجبل جرزيم، دي تخص واحد تاني وداخلة في سلطان الآب، في سلطان العادل. رب يعطينا إن احنا تتفتح عينينا ونفهم مشيئة الله وقصد الله، ونكون من الروح ومن الحق من الابن بالحقيقة، فنكون له تلاميذ له كل مجد أبدا. آمين.